مفاجآت أسئلة حلوة ومسابقات واللي جاوبهم معنا يظهر عطيور الجنة على خطاوي السلاوي. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم، أهلا وسهلا فيكم معنا جمهورنا الجميل بل الرائع. اليوم حتكون حلقتنا جميلة ورائعة معاكم. احنا امام المدينة الممطرة، مدينة الالعاب بليبيز، هذه المدينة الرائعة. حنشوف اليوم مثل شعبي مميز، اذا حبتك عيني ايش ممكن يصير معاك. يلا خلينا نبدأ جولتنا، نبدأ من بليبيز ونرجع في هايفا مول. يلا معانا. السلام عليكم، كيف الحال؟ كيف حالك؟ من وين الأخ؟ من السودان. الله حييك يا مرحبا. احنا في جدة اليوم معاكم في هايفا مول. سؤالنا بتكلم، المثل الشعبي يقول إذا حبتك عيني، كمل المثل. حبيتك. إذا حبتك عيني حبيتك. أو حبتك أذني. حبتك أذني، كلام صحيح؟ إجابة صحيحة؟ ما أعرف. ما تتوقع. فرصة سعيدة، شكرا شكرا. أكيد غلبوك. سلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. مبارك يسلم عليك، كيف صحتك؟ خير الحمد لله. برنامج خطاوي السلاوي عشان شطور الجنة. أهلا وسهلا بحضراتكم. عندنا مثل شعبي بقول إذا حبتك عيني، مثل شعبي خليجي. لا ما بعرف والله. طب أعطينا مثل شعبي مصري. مش عارف والله. امشي عدل، امشي عدل. يحتر عدوك فيك. فرصة سعيدة، شكرا. يقول المثل إذا حبتك عيني، إذا حبتك عيني أظن شالتك أو شيء والله نسيته، لكن ما مر عليك. ما مر عليك ولا متذكره. إذا حبتك عيني والله ما أدري والله. هذا إيش اسمه؟ هذا عبد الله. عبد الله، عبد الله كيف حالك؟ صحة يا عبد الله. لا ما شاء الله صحته طيبة إن شاء الله. فرصة سعيدة اللي شفناكم، شكرا شكرا. إذا حبتك عيني حبك قلبي وحبك كل شيء. حبك كل شيء. إذا حبتك عيني في مثل معروف يعني، هو مثل خليجي، خلنا نقول نكمله بالطريقة الصحيحة. إذا حبتك عيني ما إيش؟ ما تندم. ما ندمنا أن شفناك، فرصة سعيدة ونشوفك إن شاء الله عشان شطور الجنة، شكرا. إذا خطاوي السلاوي ما زالت مستمرة في البحث عن الشخص اللي حيعرف إذا حبتك عيني إيش حيصير معاك. يمكن في مجموعة منكم الآن عرفوا الجواب، وفي مجموعة تنتظر الإجابة مثلي أنا حتى تجيب الإجابة الصحيحة ونوزع الجوائز الجميلة اللي قاعد تنتظر مين حيجاوب معنا. يلا نكمل. كيف حالكم طيبين؟ الحمد لله. عندنا مثل يقول المثل الشعبي إذا حبتك عيني ما إيش؟ مين عارف المثل؟ إيش؟ ما ضمك الدهر؟ ما إيش؟ ضمك الدهر. ما ضمك ولا ما ضامك الدهر؟ ضامك الدهر. تعرفي هذا الجواب؟ أيوة. إذن إذا حبتك عيني فإيش الجواب يكون؟ ما حيقهرك الدهر أو؟ يا عيني عليك، إجابة صحيحة، إجابة صحيحة 100%. وين الكفلة؟ لا حيوها حيوها. أيوة أيوة حلوين. أيوة إذا حبتك عيني ما ضامك الدهر، يا عيني عليك. ربحتي معانا مجموعة جوائز خطاوي السلاوي، تعرفي ولا لا؟ كيف؟ إيش بيوزع جوائز؟ ما أعرف. اليوم في جدة في بلد الرخاء والشدة جوائز جميلة، ولأنكم أنتم تحبوا طيور الجنة، لأنكم تحبوا طيور الجنة، ها؟ لأنكم تحبوا طيور الجنة، إن شاء الله ما يضيمكم الدهر. أول جائزة كسبتيها معانا هي جائزة لطيفة خفيفة، عباية من نواعم هذا المحل المخصص للعبايات. ألف مبروك عليكي، عباية من نواعم، تفضلي هذه الجائزة الأولى. الجائزة الثانية لإلك يا صديقتنا من نزيه. تعرفي نزيه؟ ايش عنده نزيه؟ مستحضرات تجميل ايوه، مستحضرات تجميل مخصصة للرجال، فهذه أكيد إذا كان الوالد أو حدا أخ لإلك، تفضلي. ألف مبروك عليكي من نزيه. الجائزة اللي بعدها مقدمة لإلك من فيسز. هذول جماعة وجوه، إيش عندهم هذول في العادة؟ مكياج، ميك أب. مكياج وعطور وميك أب. ألف مبروك عليكي. حلوين الجوائز؟ أكيد حلوين. كافي؟ كافي. إيش تحب تقولي بعد هذه الجوائز؟ شكرا. بس ما خلصنا الجوائز، بعد معانا جوائز لسه ما خلصت. بليبيز هذه مدينة الألعاب الجميلة اللي فيها مغامرات وألعاب ممطرة، الغابة الممطرة. قدمت لك أنت جائزة لأنك معاها يا أسماء بقيمة 250 ريال، تروحوا تلعبوا هناك وتستمتعوا فيها. طبعا الجوائز قيمتها عالية جدا. الجائزة الأخيرة اللي حنقدم لك إياها من
دماس ألف مبروك عليك طقم من الذهب. ألف ألف مبروك عليك من دماس. ألف مبروك عليك يا خديجة. يا خديجة ألف مبروك عليك. خلنا نشوف دماس إيش قدم لك برضو معانا اليوم. الثانية هذيك الثانية هذه مكتوب عليها ألف مبروك من دماس. هذه الجائزة افتحيها خلنا نشوف إحنا والموجودين إيش الجائزة اللي ربحتيها معانا هنا في هايفا مول في جدة. عقد. بسم الله ألف مبروك عليك عقد وحلقين من دماس. ألف ألف مبروك. إيش تحب نسمع منك؟ مشكورين حياكم الله في جدة. يعطيكم ألف مبروك عليك ونشوفك على خير. وإحنا مستمرين في الخطاب حتى نشوف مين حيكون معنا الفائز الثاني في هذه الحلقة. ما تروح بعيد خليكم معنا على خطاوي السلاوي. ورجعنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين حتى نكمل معكم ونشد الخطاوي ونشوف مين حيجاوب لغزنا اللي عم بيستناكم. يلا معانا نبدأ حتى نشوف مين حيجاوب لغزنا. تفضلوا. يعطيك العافية كيف الحال؟ الله يخليك حمد. كيف الصحة؟ يلا يا سلم. هي بتحضر طيور الجنة؟ اه طبعا. ما هي؟ قولي اسمك. يلا اسمك ايه؟ أهلا وسهلا يا سلمى. أهلا وسهلا بسلمى وأبو ما أبو سلمى. أبو سلمى يا مرحب فيك. عندنا لغز كيف أنت والألغاز؟ ماشي الحال. ماشي الحال. معك حد؟ معك حد من العيلة؟ والدي كنزي ومامتهم موجودة؟ يا اهلا وسهلا فيكم. يا اهلا وسهلا فيكم كلكم من مصر. من مصر. اهلا وسهلا فيكم. عندنا لغز بيقول اللغز في عندنا طريق شارع طوله 200 متر. هذا الطريق حبينا نحط فيه اشجار نزرع فيه اشجار. تمام. زرعنا هذا الشارع او هذا الطريق وكان المسافه بين كل شجره وشجره 5 متر. زرعنا ال 200 متر هذول زرعناهم وحطينا بين كل شجره وشجره 5 متر. كم عدد الاشجار اللي زرعت في هذا الطريق؟ 40. 40 صح. 200 على 5 متر 45 بكام؟ اه 200 صح. كان بدنا تكون اجابه صحيحه. شكرا لكم. شكرا. في طريق طوله 200 متر في هايفا مول. طريق في هايفا مول طوله 200 متر. احنا فين دحين؟ هايفا مول. زين هذا الطريق حبينا نزرعه بالشجر فزرعناه. بين كل شجره وشجره كان في عندنا 5 متر فكم شجره حنزرع فيه؟ طوله كم قلت اول شيء؟ 200 200 متر 5 متر 10 متر يكون. هو بين كل شجره وشجره 5 متر فاحنا زرعناه كم شجره عددهم؟ 5 ثواني معانا. 50 متر 50 شجره. كان بدنا تكون الاجابه صحيحه. فرصه سعيده اللي شفناك. 200 تقسيم 5 50. 200 تقسيم 5 50 كيف صار؟ كيف ضبطت معك؟ 200 شجرة كل شجرة بين كل شجرة 200 متر بين كل شجرة وشجرة 5 طول الطريق 200 متر بين كل شجرة وشجرة 5 متر كم؟ 25. كان بدنا تكون الإجابة صحيحة. فرصة سعيدة اللي شفناك. نشكرك. كيف أخبار؟ والله الحمد لله رب العالمين. عندنا إحنا اليوم وين موجودين يا؟ هايفا مول. هايفا مول شو عم نعمل؟ عندك سؤال. عندي سؤال وأنت إيش عندك؟ أنا عندي جواب. جواب تاع سؤال. سمعت السؤال؟ ايه سمعته. ايش السؤال؟ السؤال يقول عندك 250 متر 50 لا خطأ مو 250 200 متر عندك. ايوه 200 متر و شجر كل 5 متر بنحط شجرة بابا. ايوه كم 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 بيكون 41 شجرة 141 141 41 شجرة 41 شجرة مثل ما انا قلت 1000 41. والله انا مستانس انه انتم بتسالوا وبتجاوبوا ما شاء الله. قديش الرقم بيكون؟ هو بده يكون 41 شجره. اذا بدنا نحن بدينا في شجره اولى وبعدين 5 متر 5 متر 5 متر حيكون كل 10 50 متر 10 اشجار و41 شجره. كل كم متر؟ كل 5 متر شجره. طيب 5 ب 4 ب 20. طيب كيف صار 41؟ انه انت عندك 50 متر الاولى خمسة متر عندك خمسة متر أنت عشر أشجار خمسين متر العشرة اللي بعدها خمسين متر عشرين والعشرة بعدها 150 30 والعشرة بعدها 40 بس أنت بديت بالأول بوحدة. إجابة صحيحة يا عيني عليك. إجابة صحيحة 100% 41 شجرة. بابا فكر معاكم وجاب الجواب الصحيح. ألف مبروك عليك. الله يسلمك يا عيني عليك. يا عيني عليك 41 شجرة. عرفت كيف؟ لا. كيف؟ لا نبدأ في أول شجرة. أول شجرة مو معدودة معانا لأنه هي نقطة الصفر. أيوة من طق بالأرض. أيوة لا نعد 5 متر قدام
بنحط شجرة بنكمل 5 متر 5 متر. هلا شو بدك؟ هلا عد كم جائزة أخذت أنت أحسن لك من 5 متر. عد كم جائزة؟ الجائزة الأولى اللي أخذتها معانا أنت وبابا وأختك الأمورة الماجد للعود. الماجد للعود أعطاك الجائزة الأولى، هذه مقدمة من الماجد للعود، هذه لبابا. ألف شكر للماجد للعود. شكر للماجد للعود. هذا واحد. أنت لإلك حتى تعطيها يا علاء لماما من عند نواعم. نواعم أعطاكم يا آلاء عبارة عن عباية نسائية. ألف مبروك عليك. والجائزة اللي بعدها من جوردانو. جوردانو قدم لك، جوردانو قدم لك جائزة بقيمة مشتريات بطاقات كابونات من جوردانو بقيمة 200 ريال. ألف مبروك عليك. هذه لا العبودي. العبودي ها السيد عبد الرحمن. تروح تشتري فيهم هناك، بعرفش إن شاء الله بلاقوا لك أشياء. خلص نشوفك آخر. بكفي لسه ما خلصنا، ما خلصنا. والجائزة اللي بعدها تويز لاب. ايش عطاكم تويز لاب يا هلا بتول؟ بتول تفضل حبيبتي، تفضل تفضل يعطوك لعبة. الف مبروك عليك يا بتول. غينة حتعطيها كمان لماما بس لانها صغيرة لازم تاخذ. ذا بادي شوب، ذا بادي شوب عطانا لغينة الصغيرة برضو جائزة. تفضل يا غينة. الف شكر عمو. شكرا شكرا يا لسه ما خلصنا. وكمان عندنا الفا اوبتيكال للبصريات قدموا لنا نظارة شمسية من افخم الماركات لكم عاد رجالية او نسائية والله ما بعرف انت حتشوف. الف مبروك عليكم. وبعد ما خلصنا وأورنج عطاكم كمان، أورنج عطاكم للحاف للبيت للعائلة تنام الليلة متهني فيه إن شاء الله. من تفضلوا هذا من أورنج برضو. ألف ألف مبروك عليكم. شكر. نحن بنشكر كتير كتير طيور الجنة وبنشكر هايفا مول وبنشكر كل اللي قدموا جوائز الحلوة كتير كتير. نحن سعيدين فيكم الحقيقة في جدي. فرصة سعيدة ونشوفك على خير. إذا احنا أعزائنا المشاهدين شفناكم في هايفا مول في هذه الحلقة الجميلة، والجائزة كانت كما شفتوا رائعة من اللي قدموا لنا الهدايا. حنكمل معاكم إن شاء الله حلقات قادمة في هايفا مول هنا في جدة في المملكة العربية السعودية. حتى نلقاكم، إلى اللقاء. مفاجآت، أسئلة حلوة ومسابقات، واللي يجاوبهم معنا يظهر عطيور الجنة على خطاوي السلاوي.